مرحبا، معانا لكم اليوم تجربة للسيارة هي من الأكثر انتشاراً بمنطقتنا بل يمكن بالعالم كله. معانا اليوم تجربة التويوتا كامري 2018 الجديدة كلياً. ولحتى نعرف قدي هاي السيارة فعلاً منتشرة خليني أخبركم بعض الأرقام. تويوتا قدرت تبيع بالولايات المتحدة الأمريكية 380 ألف سيارة كامري بعامي 2016 و2017، وصل هذا الرقم ل 430 ألف سيارة بعام 2015، وهذا بالولايات المتحدة الأمريكية بس. مثل ما قلت لكم، تعالوا نتعرف أكثر على الكامري الجديدة كلياً، ولا تنسوا كالعادة أنه تشتركوا بقناتنا هون على اليوتيوب وتفعلوا التنبيهات لحتى تتابعوا آخر تجاربنا دائماً. طبعاً مثل ما احنا شايفين التويوتا كامري 2018 هي سيارة جديدة بالكامل، حتى انها مبنية على شاسي جديد بالكامل من تويوتا. وعم تأمل تويوتا مع هذا التصميم انه تعطي السيارة طابع رياضي وشبابي كانت تفتقده بالسنوات السابقة. وانا برأيي قدرت مع هذا التصميم انه تنقل الكامري من كونها سيارة سيدان متوسطة لسيارة سيدان رياضية متوسطة بتقدر تتنافس بالسوق مع سيارات مثل النيسان ماكسيما او المازدا 6. الكامري 2018 عم تجينا أعرض أطول ومنخفضة أكثر من سيارات السنوات السابقة، وعم تيجي مميزة بتصميمها بهاي الخطوط الموجودة بالمقدمة، وطبعاً عم تأخذ طابع رياضي حلو كتير بالخطوط القوية الموجودة على غطاء السيارة. والسيارة اللي معنا اليوم واللي هي الـ V6 Sport عم تتميز بهذا الشبك بهذا الشكل المميز اللي عم بيجي باللون الأسود، وأيضاً عم تحصل على إضاءة LED مع إضاءة نهارية، وأيضاً كشافات ضباب مدمجين بتصميم السيارة. والسيارة مزودة طبعاً بجنوط بقياس 18 إنش. أما من الخلف السيارة عم تحصل على جناح صغير باللون الأسود على صندوق الأمتعة، ومن وراء أيضاً عم نحصل على أكزوست رباعي. طبعاً هذا الأكزوست فتحتين منه هن زينة، بس تمنيت لو تويوتا عملوه أكزوست رباعي حقيقي بالسيارة، ولكن هذا ما بيقلل أبداً من التصميم والطابع الرياضي الحلو كتير اللي فعلاً راح يلفت الانتباه على الطريق مع هاي السيارة الجديدة بالكامل. مقارنة بالكامري القديمة، في شغلتين فوراً رح تلاحظهم بالكامري 2018 من الداخل. أولاً نوعية المواد المستخدمة، وثانياً التصميم. نبدأ بنوعية المواد المستخدمة، ففعلاً هالمرة مع الكامري عم نحصل على مواد فعلاً عالية الجودة. فمثلاً عندنا مواد طرية مستخدمة هون بالأعلى التابلو، وأيضاً استخدام لبلاستيك من نوعية جيدة جداً في معظم أنحاء السيارة، وفي عندنا استخدام لمعدن وجلد ايضا هون على التابلو. ولكن في بعض البلاستيك الخفيف المستخدم هون بالاسفل، ولكن على الاقل هاي المره هو بعيد عنك. اما من ناحيه التصميم، ففعلا في بعض اللمسات اللي عجبتني كثير بتصميم تابلو السياره. فعندك هذا الخط المنحني اللي عم بيمتد من اعلى لاسفل التابلو، وايضا مثل ما قلنا استخدام هاي اللوحه المعدنيه الموجوده هون اللي عم تعطي لمسه رياضيه أكبر للسيارة. ولكن مع كل هذا الطابع الرياضي ما تخلت الكامري عن المساحة الموجودة للركاب بالخلف، ففعلاً الجلوس في الخلف كان مريح جداً حتى للأشخاص طويلين القامة. وفي شغلة تانية لازم أذكرها، إنه هاي المرة بالكامري عم نحصل على نفس لغة التصميم والمواد المستخدمة بالأمام وأيضاً بالخلف. فمثلاً عندك مقبض الباب، مثل ما شايفين عنا هذا المعدن اللي عم بيمتد من مقبض الباب حتى آخر الباب عم نجده أيضاً مستخدم معانا بخلف السيارة. وطبعاً بسيارة V6 Sport عم نحصل على مقاعد جلد رياضية ممكن التحكم فيها كهربائياً. أما من ناحية التجهيزات، فهي السيارة V6 Sport اللي معنا اليوم هي مجهزة بشكل جيد جداً. فنبدأ، في عنا نظام ترفيه مع شاشة لمس 8 إنش موجود هون بالتابلو،
ووجدت انه فعلا هاي الشاشه حساسيتها فعلا جيده جدا وعاليه، وطبعا مثل ما قلنا استخدموا حواليها هذا اللون الاسود اللامع من البلاستيك الفعلا عالي الجوده. ايضا السياره عم تيجي مزوده بنظام تكييف اوتوماتيكي منفصل للسائق والراكب مع فتحات تكييف بالخلف، والسياره مجهزه بفتحه سقف، وايضا السياره عم تجينا مجهزه بفرامل ركن للسياره كهربائيه عم تعطينا خاصيه مسك الفرامل اوتوماتيكيا اذا شغلناها من زر الهولد الموجود هون بالكونسول الوسطي. اما امام السائق فعم نحصل على شاشه للمعلومات بين عدادات طبعا دورات المحرك والسرعه، وهي الشاشه عم تعرض معلومات انت ممكن تخصصها وتتحكم فيها عن طريق الازرار الموجوده على المقود. وبالطرف الثاني من المقود عم نحصل على ازرار التحكم بنظام تثبيت السرعه. وايضا السياره عم تجينا بال 2018 مجهزه بحساسات بالامام وبالخلف وبكاميرا خلفيه راح تسهل لك ركن السياره. ولكن انا حبيت لو تويوتا يا ريت اعطونا تجهيزات اعلى لهيك سياره، خاصه انه الفي 6 سبورت هي من سيارات الفل اوبشن عندهم، فمثلا احنا عم نفتقد مثلا تبريد او تدفئه للكراسي، عم نفتقد نظام تنبيه بالنقطه العمياء، او مثلا ممكن نظام تثبيت السرعه يكون كمان تكيفي. ولكن انا بظن انه تويوتا عم بخبوا مثل هاي التجهيزات لحتى يميزوا سياره التويوتا افالون. مع الكامري 2018 عم نحصل على خيارين من المحركات، الأول 2.5 لتر، والثاني مع النسخة اللي معنا اليوم اللي هي فيكس في 6 سبورت عم نحصل على محرك بسعر 3.5 لتر عم بقدر يولد 298 حصان و356 نيوتن متر من العزم. طبعا عم بيجي متصل بجير بوكس من 8 سرعات اوتوماتيكي، وهذا عم بيعطي السيارة فعلا عزم وقوة وتسارع ما رح تتوقعه من كامري. ومع الفي 6 سبورت عم نحصل على تعليق رياضي وثلاث وضعيات للقيادة هم ايكو ونورمال وسبورت، عم بيعطونا فعلا قيادة ممتعة. مع هذا الشاسي الجديد اللي عملته تويوتا للكامري عم نحصل حتى على قيادة ممتعة بالمنعطفات، مع انه شوي احساس المقود مش كتير طبيعي 100%، ولكنه دقيق كفاية ليعطيك قدرة على قيادة هاي السيارة بالمنعطفات ومتعة من سيارة كامري. تخيلوا قلت كلمة متعة بالقيادة مع سيارة كامري، ولكن فعلا الفي 6 سبورت عم تقدر تعطينا هذا الإحساس والمتعة بالقيادة. بنهاية تجربتي لسيارة الكامري الجديدة أنا بضمن أنه تويوتا رح تستمر بمبيعاتها العالية لسيارات الكامري بالأسواق، فمثل ما تعودنا دائما من الكامري على عمليتها المعروفة والممتازة والعالية وأيضا على أسعارها الثابتة بالسوق، ضافت لنا تويوتا هاي السنة بال 2018 هذا التصميم المميز والرياضي والشبابي واللي راح يخلي الكامري تتنافس مع سيارات كتيرة بعام 2018. وطبعا مثل ما تعودنا من الكامري فأسعارها كمان منافسة جدا، فسيارة الفي 6 سبورت اللي عم نختبرها اليوم عم نحصل عليها بسعر 122,500 درهم إماراتي، وهذا راح يخلي الكامري من أفضل الخيارات بفئة السيارات السيدان المتوسطة. أرجو أن تكون عجبتكم تجربتنا اليوم، وأشوفكم بتجارب قادمة إن شاء الله، ومع السلامة.